وبمناسبة تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ملك نادي مانشستر سيتي، وأعرب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والتي أثمر عنها تحقيق اللقب الأغلى بكل جدارة واستحقاق على الرغم من المنافسة القوية من أقوى أندية القارة.